الجديد عيناه وجاهز من مجاميع ومتحصن وسهل تأمينه. تمام، خلص كل حاجة والدنيا التمام عشان أنا عايز أنقل كل الناس بسرعة. ماشي، في حاجة تانية؟ آه، عايزك تراقب طرزان ومراته والواد إبراهيم، تحط عينك عليه ما يغيبش عنك لحظة. اللي جاي ما فيهوش احتمال للخطأ يا طبانجة. اعتبره حصل بالإذن. استنى خد شهر يا سر الجلد. يدوم. توبة، مش قلنا نردم السكة دي؟ سكة ايه؟ سكة الشمال يا توبة. ما بقتش زي الأول. الضحكة ما بقتش تيجي على وشك يا صاحبي. ده أنت كنت الراعي الرسمي للفرحة والبهجة في الحارة. أنا الصراحة بقى عايزك ترجع توبة بتاع زمان. توبة بتاع زمان؟ تقدر ترجع لي ناسي بتوع زمان يا سيحة؟ توبة بتاع زمان مع الناس بتوع زمان اتدفن ومش باقي منه غير نار هتحرقهم واحد واحد. لا يا صاحبي، اللي باقي منك كتير لرحمة الطيبين ارتاح، انما انت باقي لك ابنك يا توبة، نفسك، مستقبلك يا جدع، الناس اللي بتحبك، وحقوق لازم ترجع وحسابات لازم تتصفى. بص يا خال، احنا لازم نبقى ايد واحدة. السوق بقى سيرك ومولد ولازم كلنا نقف لتوبة. وخد بالك، هو راجع وناوي يخلص علينا وانت. اوعى تقعد معاه، هيخلي دماغك تصوحك على نفسك. ده بقى عامل زي التعبان، بس ما تقلقش. أنا هعرف أتعامل. ما هو الواد توبة ماسك عليك زلة تانية غير إنه خد منك المحل. لو في حاجة أقول يا إبراهيم اللي خالك. أنا؟ لا طبعا، مين ده اللي يمسك عليا زلة ولا يكسر عيني؟ ده أنا حتى كنت ناوي أجيلك عشان أخد منك الأمين، عشان أشوف أنا أتعامل إزاي. توبة خلاص ما بقاش ينفع معاه غير يا الموت يا الحبس. ما إحنا لو لبسناه قضية الخيط هيكور. وأنت بصراحة كده يا ابن أختي صعبت عليا، عشان كده هقف معاك في الموقف ده. مش هسيبك يا ابراهيم عشان تعرف ان خالك حنيه. ده خالك ياض وزير الحنيه كلها. الله الله الله، ايه يا عم هنا؟ امين الحارس الامين بونجا. ايه اللي رماك عليا على النسر؟ عاوز ايه يا عادل؟ عايزين نحملك على النت، في ناس حلوة عايزة تشوفك.